بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي. نستأنف مع الحوار الذي كنا قد رأيناه والذي دار بين الأرنب والسلحفاة. كنا قد توقفنا عند عبارة viens avec moi، تعال معي. viens avec moi يعني تعال معي أو تعالي معي. إذن كم إكزامبل أون بو باغلي دان أبخونون كي سو ديريج فيغ لا بورت إي كي فا شيرشي دو لا كخي أون أبلون لان دو سي كاماراد كيس كيل فا دير viens avec moi. Viens avec moi. Un apprenant appelle l'un de ses camarades et dit viens avec moi. إذا ممكن أننا نتكلم عن تلميذ أو كما عندنا هنا متعلم. Un apprenant تجي من فعل apprendre يعني تعلم. Un apprenant يعني متعلم qui se dirige vers la porte الذي يتوجه نحو الباب. Il va chercher de la craie يعني أنه سيذهب للبحث عن الطباشير أو الطبشورة. Il appelle l'un de ses camarades. هو ينادي على واحد من أصدقائه. إيدي viens avec moi. ثم يقول تعال معي. Un autre exemple c'est celle d'une mère que veut amener sa fille avec elle au marché. إذن المثال الآخر هو لأم تريد أن تأخذ مع ابنتها إلى السوق. إذن الأم التي تذهب إلى السوق ثم تنادي ابنتها تقول لها ماذا؟ viens avec moi. On peut parler d'une maman qui va au marché. Qui va au marché, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à sa fille, viens avec moi. Et dans le film sabak, Al-Qabta tatadakhal, wa taqulli l'arnab, laisse la tortue tranquille. Otruki l'arnaba, hadi'an. Laisse la tortue tranquille. Viens avec moi. Viens avec moi. Je t'invite à manger de belles carottes. Je t'invite à manger de belles carottes. إذن هنا سنركز بعض الوقت على عبارة جو تانفيت. طبيعة الحال العبارة نستعملها عندما نريد طبيعة الحال أن ندعو شخصا إلى حفل ما أو إلى عشاء ما أو إلى أي شيء نريده. إذن نقول ماذا؟ جو تانفيت. القطة قالت للأرنب فيا افيك موا جو تانفيت مونجي دو بالكاروت. إذن طبيعة الحال ممكن أن الأرنب يقبل وممكن أنه يرفض. ممكن أنه يقبل الدعوة كما يمكنه رفضها. عندما يتلقى المدعو الدعوة ماذا عليه أن يقول عندما يقبل هد الدعوة؟ إذن سنرى هذا في مثال الأرنب مع القطة. عندما تدعو القطة الأرنب جو تانفيت أ مونجي دو بيل كاروت، إذن ماذا سيجيب لكي يقبل الدعوة؟ إذن سيقول مثلا وي جو فو بيان. Oui, je veux bien. تستعمل هنا لو فيغ فولوار يعني أرادة. Oui, je veux bien. نعم أنا أريد بشكل كبير أو بشكل جيد. Merci. شكرا. Oui, je veux bien. Merci. نعم أنا أريد بشكل جيد. شكرا. أو يقول مثلا Oui, j'accepte ton invitation. نعم أنا أقبل دعوتك أو دعوتك. Oui, j'accepte. طبعا الحال لو فيغ أكسبت يعني فيها القبلة. Oui, j'accepte. يعني أنا أقبل. نعم أنا أقبل. Ton invitation. دعوتك. لتجي من فعل invité. Invité يعني دعا شخصا لحفل أو لعشاء أو لأي شيء آخر. أو يقول في حالة أخرى merci bien pour l'invitation. Merci bien pour l'invitation. شكرا كثيرا للدعوة. شكرا كثيرا للدعوة. Merci bien pour l'invitation. إذن كما رأينا جو تانفيت يعني أنا أدعوك. إذن ممكن أن المعلمة أو المدرسة التي تنظم حفلا ممكن أن تدعو تلامذتها. إذن نأخذ مثلا شمع. إذن لا ماتريس كي با أورغانيزي أون فيت أ ليكول كو فا دير الشمع. ماذا ستقول لشمع؟ إذن كوم إكزامبل لا ماتريس كي أورغانيز أون فيت أ ليكول إل دير شمع. Shema, je t'invite à venir à la fête. Shema, je t'invite à venir à la fête. Shema, أنا أدعوكي لتأتي إلى الحفل. Je t'invite à venir à la fête. أنا أدعوكي للمجيء إلى الحفل. طبعا الحال لو فيغ venir هو جاء. إذا نقول هنا je t'invite à. Je t'invite à. طبعا الحال هذا لو فيغ invite تتصرف بهذا الشكل. Je t'invite à. غالبا طبعا الحال هناك حالات اخرى سنرى بعدها ولكن غالبا نقول جو تانفيت ا.
إذن je t'invite à venir à la fête. Je t'invite à venir à la fête. Je t'invite à venir à la fête. Dans une autre exemple, que va dire la maîtresse à Omar? ماذا ستقول المعلمة أو المدرسة لعمر؟ ماذا ستقول له؟ Omar, je t'invite à participer à la fête. Omar, je t'invite à participer à la fête. Omar, أنا أدعوك لتشارك في الحفل. المقصود لتأتي إلى الحفل. عمر أنا أدعوك لتشارك في الحفل. إذا لو فيرب participer هي شاركة ومن لا participation يعني المشاركة. إذا عمر je t'invite à participer à la fête. أنا أدعوك للمشاركة في الحفل. عموما عندما نريد أن ندعو شخصا إلى عشاء أو إلى حفل ما إلى آخره غالبا نستعمل لغة انفيتي. إذا نقول لشخص مثلا Je t'invite à souper ce soir. أنا أدعوك لتتعشى هذا المساء. Je t'invite à souper ce soir. أو نقول مثلا Je t'invite à dîner cette fin de semaine. أنا أدعوك للعشاء في نهاية هذا الأسبوع أو في هذه نهاية الأسبوع كما عندنا هنا. À dîner cette fin de semaine في هذه نهاية الأسبوع. المقصود في نهاية هذا الأسبوع. Je t'invite à dîner cette fin de semaine. أو نقول مثلا Je t'invite donc à dîner chez moi. أنا أدعوك إذن لتتعشى عندي. Je t'invite donc à dîner chez moi. أنا أدعوك إذن لتتعشى عندي. أو نقول مثلا Je t'invite chez moi pour dîner avec ma famille. Je t'invite chez moi pour dîner avec ma famille. أنا أدعوك عندي مقصود في منزلي. Je t'invite chez moi يعني أنا أدعوك عندي المقصود في منزلي pour dîner من أجل العشاء avec ma famille مع عائلتي. أو نقول مثلا Je t'invite toi et tes collègues. أنا أدعوك أنت وأصدقائك. Je t'invite toi et tes collègues à une réception spéciale. إلى استقبال خاص. أنا أدعوك أنت وأصدقائك إلى استقبال خاص. Je t'invite toi et tes collègues à une réception spéciale. طبعا حال réception يعني استقبال ومن فعل recevoir. Le verbe recevoir يعني استقبال. إذا la réception هو الاستقبال. أو نقول مثلا Je vous invite à partager ce souper avec moi. Je vous invite أنا أدعوكم à partager للمشاركة لمشاركة سو سوبي افيك موا سو سوبي افيك موا هذا العشاء معي. انا ادعوكم لمشاركة هذا العشاء معي. المقصود انا ادعوكم لمشاركتي هذا العشاء. اذا طبعت حال عموما في الجواب عند قبول الدعوة نقول وي جو فو بيان. وي جو فو بيان ميرسي. نعم انا اريد بشكل جيد. او نعم انا اريد بشكل جيد شكرا. وي جو فو بيان ميرسي. أو نقول non je ne peux pas. لا في حالة الرفض. non je ne peux pas. لا أنا لا أستطيع. أنا لا أستطيع. طبعا حال في الأولى عندنا oui je veux bien. نعم أنا أريد. عندنا le verbe vouloir. في الثانية عندنا non je ne peux pas. أنا لا أستطيع. عندنا le verbe pouvoir. الأولى عندنا vouloir. الثانية عندنا pouvoir. pouvoir يستطاع. ومنها كلمة أخرى تتعني الاستطاعة أو حتى السلطة. السلطة تسمى le pouvoir. Oui je veux bien. نعم أنا أريد بشكل جيد. هنا عندنا le verbe vouloir. فالجملة الثانية non je ne peux pas. أنا لا أستطيع. هنا عندنا le verbe pouvoir. vouloir pouvoir. مثلا سنرى مثالا للدعوة يدور هذا الحوار بين مريم وحنان. إذن مريم viens avec moi. تعالي معي. طبعا في حال ممكن أن تأتي في حالة أخرى تعال معي. إذن viens avec moi. حنان أو المقصود أين. المقصود بمعنى آخر إلى أين. أو اللي عندنا هنا عدها واحد لاكسون غراف. عدها واحد لاكسون فوق إي. إذن هذه تتعني أين ماشي أو الأخرى. ماشي أو الأخرى اللي تتعني أو هذا أو هذا. إذن حنان أو أين.
المقصود إلى أين مريم؟ Je t'invite à jouer avec moi au ballon. أنا أدعوك لتلعبي معي بالبالون. Je t'invite à jouer avec moi au ballon. أنا أدعوك لتلعبي معي في البالون. حنان. Oui, je veux bien, merci. Oui, je veux bien, merci. هنا عندنا الغير فولوار كما قلنا. نعم أنا أريد بشكل كبير شكرا. نرى مثالا آخر بين أمين وأنيس. أمين ألو. أنيس سالي سي أنيس. تحية هذا أنيس. سالي سي أنيس. تحية هذا أنيس. أمين سالي. أنيس صفا. تحية أنيس. صفا هل أنت بخير؟ هل مقصودنا صفا؟ هل الأمر تسير المقصود؟ هل أنت بخير؟ أنيس صفا بيان. Tu es libre ce soir pour aller au cinéma. هل أنت حر هذا المساء للذهاب إلى السينما؟ إذن أمين صالي أنيس صفا. تحية أنيس. هل الأمور تسير بخير؟ إذن ماذا قال أنيس؟ صفا بيان. الأمور تسير بشكل جيد. Tu es libre ce soir pour aller au cinéma. Tu es libre ce soir pour aller au cinéma. هل أنت حر هذا المساء للذهاب أو من أجل الذهاب إلى السينما؟ أمين Oui je suis libre. Oui, je suis libre. نعم أنا حر. Mais je n'ai pas envie. Mais je n'ai pas envie d'aller au cinéma. Mais je n'ai pas envie. Mais je n'ai pas envie d'aller au cinéma. ولكن ليس لي الرغبة للذهاب إلى السينما. Oui, je suis libre. نعم أنا حر. Mais je n'ai pas envie d'aller au cinéma. ولكن ليس لي الرغبة للذهاب إلى السينما. Mais je n'ai pas envie d'aller au cinéma. ولكن ليس لي الرغبة للذهاب إلى السينما. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas au théâtre? لماذا لا نذهب إلى المسرح؟ Pourquoi est-ce qu'on ne va pas au théâtre? لماذا لا نذهب إلى المسرح؟ Pourquoi est-ce qu'on ne va pas au théâtre? لماذا لا نذهب إلى المسرح؟ إذا بطبيعة الحال أمين لا يرغب في الذهاب إلى السينما ويقترح الذهاب إلى المسرح. أنيس au théâtre? Il faut réserver. Nous n'avons pas de place. كما نقول بالدارجة خاصنا ريزيرفيو. ما معنى ريزيرفيو؟ يعني أنك تتاخذ ذاك المكان قبلا قبل ما يجي الموعد ديال داك المسرحية. إذن في المسرح يجب أن نحجز مكانا قبلا. Il faut réserver. Nous n'avons pas de place. يجب أن نحجز مكانا قبلا أو لن يكون لنا مكان. أنيس au théâtre. Il faut réserver. Nous n'avons pas de place. يجب أن نحجز أو لن يكون لنا مكان. أمين mes parents ont un abonnement. Je peux l'utiliser. والدي عندهم اشتراك. Mes parents ont un abonnement. والدي عندهم اشتراك. Je peux l'utiliser. عندنا هنا الفيرب بوفوار. أنا أستطيع أو أنا يمكنني لوتيليزي استعماله. استعمال هذا الاشتراك. هنا أمين يطمئن أنيس بأن مسألة الحجز متجاوزة. لماذا؟ لأنني عندي بطاقة الاشتراك تعود لوالدي. إذن مي بارون. On a un abonnement, je peux l'utiliser. إذن والدي عندهم اشتراك يمكنني استعماله. أنيس سي جونتي. إنه أمر ظريف. سي جونتي. مي أو تياتر. إل نيا با داكسيون أو ديفي سبيسيو. إل نيا با داكسيون أو ديفي سبيسيو. سي جونتي. إنه أمر ظريف أن تدعوني بهد البطاقة. ولكن مي أو تياتر. ولكن في المسرح. Il n'y a pas d'action. ليس هناك حركة. ليس هناك حركة كما في السينما. أو ديفي سبيسيو. أو مؤثرات خاصة. المقصود هنا بأن السينما فيها الكثير من الإثارة أكثر من المسرح. Il n'y a pas d'action. أو ديفي سبيسيو. ليس هناك حركة أو مؤثرات خاصة. أمين. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Alors, qu'est-ce qu'on décide? Alors, qu'est-ce qu'on décide? إذن ماذا سنقرر؟ أنيس allons au restaurant. Allons au restaurant. فلنذهب إلى المطعم. أمين c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. هي فكرة رائعة. هي فكرة جميلة. أنيس c'est une bonne idée. إذن هي فكرة جميلة. إذن هذا فيما يخص الحلقة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.